متحمس جدا ابتدي مع حضرتك بقى تحليل بعض الحالات الفنية داخل تيم نادي الزمالك، اوكي ولكن البداية هتكون من عند اختلاف طريقة اللعب او ايه المختلف اللي قدمه كابتن معتمد معتمد جمال. جمال فنيا مع نادي الزمالك ان لم يخني التعبير. بص، لازم نتفق ان اسوريو، ان يحصل اجماع من جماهير يا حازم ان اسوريو ماشي بطريقه غلط او بيوظف اللعيبه بطريقه غلط، اكيد يبقى عنده مشكله. حصل اجماع من الجماهير، مش الزمالك بس، جماهير الكره المصريه، ان هو حتى بيختار الطريقه كانت صعبه قوي على لعيبه الزمالك، ولكن اختيار اللعيبه اللي بتؤدي هذه الطريقه كمان ما كانتش أدوار مركبة، الدنيا مركبه. كومبليكيتد جدا. وبعدين بقيت الزمالك اي فريق اي هجمه عليه بتمثل خطوره كبيره جدا، يعني مساحات كبيره جدا. ما ينفعش يبقى مصطفى شلبي هو الباك ليفت اللي المفروض يرجع مساحه كبيره جدا عشان يغطي مساحه كبيره. نفس الكلام من الناحيه الثانيه، كان شيكابالا ولا ناحيه اليمين، فهو كان بيلعب بطريقه مش مساعده الزمالك. ممكن تساعده هجوميا لو متالقه ان انت تحرز اهداف، ولكن في كل مباراه كان في اهداف بيتم احرازها في نادي الزمالك. معتمد جمال عمل بقى، حس ان هو ابتدى حتى لو ما غيرش الطريقه قوي، هو لعب ماتش بيراميدز بثلاثه، بس الثلاثه مين؟ يعني مع اسوريو كان ممكن تلاقيه بيلعب باك ليفت اللي هو مثلا حاتم سكر كسنتر باك، وجنبيه حمزه مسلوسي اللي هو اصلا باك رايت هو الليبرو، وجنبيه مصطفى زناري اللي هو اصلا سنتر باك بيلعبه باك رايت. فكان بيعمل حاجات غريبه، وبقول لك الباكين مش موجودين، الباكين مفروض في الطريقه دي يبقى عندك باكين زي سيد نيمار، زي فتوح يعني، او حاتم سكر او المسلوسي، عبد عبد الشافي، الشافي، عمر جابر ناحيه اليمين، الاثنين اللي هو عمر ممكن جابر يعملوا طبعا. ادوار هجوميه وادوار دفاعيه، ولكن عندك ثلاثه سنتر باك مأمنين خط الدفاع. ابتدى معتمد جمال، ابتدى في ماتش بيراميدز ولو فاكر، ابتدى بمحمود علاء وحسام عبد المجيد وحمزه مسلوسي، وراح ملعب سيد نمار ولعب نضاي لان هو كان مضطر، كان شافي كان بعيد وما كانش فيه عنده باك ليفت صحيح. غير عبد الشافي وعبد الله جمعه، والاثنين كانوا بعاد جدا بدنيا، فكان لازم ياخدوا جزء من المباراه. فابتدى بنضاي وابتدى باثنين هاف ديفندرز اللي هو كان عمرو السيسي او اعتقد ودونجا، ولعب بالثلاثي اللي هو شيكابالا وزيزو واوباما كراس حط حرب، كل حاجة في مكانها. حط كل حاجه في مكان. رغم ان احنا يعني الطريقه دي برده مش عاجباني في حاجه، ان هو ما بيلعبش براس حرب، لان وجود راس حربه في الزمالك مهم جدا، ما ينفعش صحيح. اوباما يبقى هو الراس حربه اللي موجود، اعتقد وعندك ثلاثي بره قدر اصابة معتمد. الجزيري برضو يا كابتن كانت مصعبة عليه الموضوع شوية. نعم، معلش، الجزيري كان مصاب وسامسون كان بعيد جدا. هو ازاي معتمد جامد رجعهم في ماتش بيراميدز؟ انت بتتكلم في يومين كانوا بعاد جدا، سامسون نزل تالق، ناصر المنسي نزل صحيح. تالق، سيف الجزيري كان موجود في القايمه، فانت بتتكلم ثلاثي بيلعبوا كفراوده، ما ينفعش تلعب اوباما، خصوصا انت على طول انت الجزيري مطالب ما كانش تجيب موجود في اهداف السكور يا كابتن. كمان. جزيري في ماتش كان بيراميدز ما مصاب. كانش موجود، بس اعتقد معتمد جمال يعني هيقدر يجيبه، لان هو دخل لعيبه كثيره جدا كانت بعيده عن قائمه الزمالك. معتمد جمال انا شايف انه عامل شغل جامد، جات له فتره توقف جيده جدا بعد فوز مهم على بيراميدز، اعتقد ان هو يقدر يطلع من الزمالك. اولا يتعامل معاهم نفسيا، ده مهم جدا قبل فنيه، نفسيا ان لعيبه الزمالك قعد فتره الهجوم اللي عليها مع المشاكل مع المستحقات مع عدم وجود مجلس اداره، كل المشاكل دي اكيد تخلي اي واحد ما يقدرش يركز في شغله. الفتره الجايه اعتقد ان مع مجلس اداره اللي بعتبره مجلس اداره ان شاء الله هيجي ينجح مع الزمالك، لان انا اول مره اشوف مجلس اداره متخصص، كل واحد ماسك ملف معين سيستم يا كابتن. بسيستم معين بطريقه معينه. اعتقد ان في الشهر ده في شفنا تغيير كبير جدا، واقدر اقيم لك يعني كمجلس اداره حسين لبيب، بقول لك بعد سنه ابتدي اقيم، لان السنه دي صعبه قوي اقيمه، حتى الفرقه صعبه قوي بقى بالمشاكل، ولكن في دلالات حضرتك تقصد ان الناس ماشيه في الطريق الصحيح. مشاكل بتتحل كتيره جدا، صحيح. كل واحد شغال في الملف بتاعه. نتمنى بس ان في طبعا حاجات بتبقى قبل حاجات تتحل، لان انت عندك مشكله بتاعت ايقاف القيد في يناير.